نقسمها يمكن لجزئين. الشوط الاول كان بكل صراحه الغالبيه ديال الرجاء البيضاوي، لان احنا ما دخلناش في الشوط الاول، ما كانش عندنا هذاك التركيز الكامل في الشوط الاول، عطينا احترمنا فريق الرجاء البيضاوي اكثر من اللازم، لهذا شفنا الرجاء سيطر في الشوط الاول علينا، بالرغم انهم ما كانش عندهم محاولات سانحه يعني واضحه للتسجيل، سيطروا على الكره، سيطروا على وسط الميدان. قمنا بتغييرات بين الشوطين، ثلاث لاعبين دفعه واحده اللي نعطيو واحد الحيويه لوسط الميدان. الحمد لله شفنا ديك شفنا المستوى اللي كان ضروري في سابق المباريات. فريق شباب محمديه كان افضل في الشوط الثاني، سجل علينا مع كامل الاسف اول دقيقه او دقيقتين في الشوط الثاني سجل لنا هدف اللي كان عطى واحد الاسبقيه واحد الاريحيه لفريق رجاء البيضاوي وبعثر لنا الاوراق، لان احنا درنا ثلاث تغييرات كما قلت لك وسط الميدان وكانت كلها هجوميه، ولكن قدرنا نرجعوا في المباراه، قدرنا نخلقوا فرص، قدرنا نوصلوا لمرمى الزنيتي في اكثر مناسبه، مع كامل الاسف ما قدرناش نسجلوا. وكنقول في النهايه الكره هي هذه، فيها الخساره وفيها الفوز. اليوم ما قدرناش نجيبوا نقطه هنا، لان نقطه من الدار البيضاء كتعتبر فوز لينا، ما قدرناش، خسرنا. كنقول هنيئا لفريق الرجاء البيضاوي اللي كيستحق الفوز اليوم، وهارد لك الشباب المحمديه، ونقول اللاعبين ديالنا ان شاء الله يعني انا راضي عليهم على المستوى اللي قدموه، ان شاء الله يفكروا في المباريات الجايه، لان امامنا باقي 11 مباراه، باقي 10 مباريات ان شاء الله اللي غنحاولوا ان شاء الله ناخذوا فيها بعض النقاط.